يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأصلي وأسلم على خير من بلغ رسالات الله ولم يخش إلا الله ورب العلماء على الصدع بحق أرواحهم فداه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته ومن تبعهم بإحسان، ولو كادهم من اتبع هواه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، ما زلنا مع قوله تعالى: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. أيها المسلمون، اتخذت بعض فرق الضلال في العالم الإسلامي منذ قديم، اتخذت هذه الآية الكريمة في الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلفائه، وتلك فتنة الرفض الشيعي في العراق، ردوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان على قانون يرفع من ارتضوه فوق حقه، ويضع من لم يرتضوه أو من لم يكن على طريقتهم وضعوه تحت قدره، فكفروا الأئمة الثلاث وقالوا إنهم ظالمون لا يمكن أن يستخلفوا بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلوا الخلافة والإمامة لعلي رضي الله تعالى عنه، وهو حقيق بها، كما هم أحقاء بها وجديرون بها جميعا، إلا أنهم رفعوه فوق قدره وبالغوا في الانتقاص من الأئمة الثلاث، ذلك أنهم يبنون دينهم ومنهجهم على هدم غيرهم وعلى سحقه بحق وبكذب، والله المستعان. فقام منهجهم على الآتي: على تضعيف الأحاديث الصحيحة وردها، وعلى تأويل ما لم يستطيعوا رده من السنة، ثم عالجوا القرآن أيضاً وهو المتواتر، عالجوا كل ذلك بتأويلات بعيدة عن المتأول ببعد المشرقين. والأمر الثالث: سدوا ما نقص من السنة التي أضاعوها وردوها بالكذب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة الأطهار. قال الإمام مالك، وقال من بعده تلميذه الشافعي: لم يكن في التاريخ أكذب من الرافضة. الأمر الرابع: أيها المسلمون، امتدت أيديهم الآتمة لقتل مخالفيهم في بقاع الأرض، ولما حكموا القيروان قتلوا من العلماء جمعا غفيرا كثيرا، حتى كانت السنة التي تحمل الرقم 33 بعد 133 مليئة بفقد وقتل العلماء. ثم ماذا أيها المسلمون؟ خرج علينا اليوم أيها المسلمون من يتبع أثرهم في ذلك، وإن خالفهم في بعض المسالك. قام تيار على الآتي: على الانتقاء الواضح الفاضح من الكتاب والسنة، ثم زعموا أنه بفهم سلف الأمة، وكان في أكثره بفهم خلف الأمة. فالأمر الثاني أنهم عمدوا إلى بعض الشواذ من السلف، وجعلوه منهجاً والوا عليه وعادوا عليه، وتركوا ما أجمع عليه السلف إذا خالفهم، فلو كانوا صادقين لقالوا على فهم إجماع السلف. ففهم إجماع السلف ليس لأحد أن يتجاوزه مهما كان، أما اختلافهم في غير إجماعهم فهذا مسوغ، وقامت عليه الأئمة الأربعة، لكنهم عمدوا إلى بعض الشذوذ فجعلوه منهجا، ولا يتسع المقام لذكر الأمثلة. الأمر الثالث، وهذا الذي يتفق مع الروافض، أنهم عظموا مشايخهم وتجاوزوا بهم القدر الشرعي الذي عرف ضرورة من منهج الله ورسوله، فجعلوا أئمتهم لا يرقى إليهم تجريح ولا يرقى إليهم نقد، بل حالهم يقولون، بل حالهم قائل: لا يسألون عما يفعلون، وأستغفر الله رب العالمين. لم يقولوا ذلك صراحة، وإنما واقع الحال قائل ذلك، وربما قالوا هو مسدد وهي حيلة على العصمة، فإذا كنا
ننتقد الشيعة الروافض في 14 معصوما، فقد جعلنا على زعمهم الصحابة كلهم معصومين، فلو كان أحد معصوما في هذا الزمان عصمه المنهج مثلا، فصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخلفاؤه الراشدون أولى بذلك، ولم يقولوا هم أنفسهم بذلك. وفي المقابل وهو الرابع، أنزلوا مشايخ الإسلام عن قدرهم وبدعوهم وفسقوهم ورموهم بكل نقيصة، فلا حق إلا حقهم ولا عدل إلا عدلهم مهما كان في مشارق الأرض ومغاربها. وأتساءل أيها المسلمون، ويتساءل العقلاء وطلبة العلم، ما المعيار؟ ما المعيار في الحكم عن المشايخ أو على المشايخ؟ المعيار هو موافقة شيخ معين أو مخالفته، فإذا كنت موافقا له فأنت على السداد ولو خالفت في كثير من المسائل، وإن خالفته فأنت مردود، ولو لم تخالف أو خالفت في قليل المسائل فالعبرة بالشيخ. وهكذا كان حالهم أيها المسلمون، أجعلتموه نبيا يوالى عليه ويعاد عليه بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، فإن لم تكن كلمة فهي حال، كبر حال يخرج من واقعهم، إن يقولون إلا كذبا. ثم ماذا أيها المسلمون؟ فإن غلبوا من شيخ أو من عالم أو من طالب علم امتدت إليه يد غدرهم فقتلوه. والله يا أخ الإسلام والعقيدة، لو طوفت في معاهد الإسلام وعند السلف خير الأنام بعد المرسلين وسيدهم، ما وجدت لهذا مثيلا في سلف أمتنا الراشدين المهديين. وإنما هي الأهواء، تمتد اليد من أفلس فكرا، ومن أفلس كتابا، ومن أفلس سنة، ومن أفلس محاورة، ومن أفلس حجة وبرهانا، فلم يبق إلا التغييب، كما غيب الروافض والخوارج، بل التمسوهم في صلاة الفجر كما كان يفعل الخوارج. الله أيها المسلمون جعل علامة الإسلام في أيام الحرب الصلاة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إقامة الصلاة علامة الإيمان. أيقتل من يقصد الفجر؟ أيقتل من يقوم لصلاة الفجر وأكثر الأمة في سبات عميق؟ ولذلك امتدت يدهم إلى شاب طالب علم، بل هو عالم درس في هذه الكلية وصلى بعض أوقاته في هذا المسجد، عرفته الدنيا، لا أقول عرفه الليبيون وإنما عرفته الدنيا، امتدت الشهر الماضي إليه يد الغدر فاختطفته. والله أيها المسلمون، ما اختطف من أمام بيت سوء، ولا من أمام زانية، وما اختطف وهو يسرق، ولا اختطف وهو يحاد الله ورسوله،
وإنما لما خرج من بيته متوجها إلى ومن دخله كان آمنا تناقلت الهواتف خبر خروجه وامتدت إليه يد الظلم والغدر. يا ليتها كانت من العلمانيين، يا ليتها كانت من الليبراليين، يا ليتها كانت من الحاقدين على الإسلام وآله، بل من الذين في ظنهم وزعمهم يعظمون الله ورسوله. فاختطف ولم يمهلوه إلا ثلاثا، وقتلوه قتلة تعلمونها وسمعتم بها، وشاهد شاهدهم وشاهد شاهدهم أنه ما لانت منه قناة، يرد الحجة بالحجة وهو في غيابات الجب. سلام عليك يوما امتدت يد الإخوة إلى أخيهم فألقي في غيابات الجب، سلام عليك يوم ألقيت في غيابات الجب. ثم بعد ذلك قتلوه بغل لم يشهد التاريخ له مثيلا. قال ربي جل في علاه سبحانه وتعالى: ربنا لا تجعل في قلوبنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والله رب العالمين ما قال وعملوا الصالحات، بل مطلق الإيمان في المسلم يرفع من قلبك الغل والحسد والبغضاء لأخيك بمجرد الإيمان. هذا جمع الإيمان والعمل الصالح، فهو متوجه للصلاة. ظهر الغل في إفراغ مخزنين في رأسه، وهو الرجل الأعزل في حفرة، لكن كما فعل الله بيوسف عليه السلام جعلوه في غيابات الجب وهم الأعلون، وانتهت قصته كما أخبر ربي. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. والله أيها المسلمون، حق للعالم الإسلامي أن يبكيه، لأن الله أصدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الصادق المصدوق عليه السلام. فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينزع، لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم. ولذلك حكم عليه قاضي الجهل بالإعدام، وهو الذي كما شهد قاتله يقول: لا إله إلا الله، أقتلته يا أسامة؟ رجل يقاتل النبي وأصحابه، فلما ظفروا به قال: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. قالها حفاظا على نفسه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لا شققت عن قلبه؟ قتلوه وهو يقول: لا إله إلا الله. والله ما سب، والله ما كان إلا معتدلا نحسبه. وتعلمون كلامه، وهو موجود اليوم ومثبت في اليوتيوب وفي غيرها أيها المسلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج الشيخان أيضا من حديث ابن مسعود: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. بالله عليكم يا شباب المسلمين، اقرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتدبروها تدبرا بإمعان، ثم أنزلوها على من يستحقها في هذا الزمان. فإن كانت في الإخوان فلا ردهم الله، وإن كانت في غيرهم فلا ردهم الله. أنزلوها وانظروا من الذي
نجسمها اليوم واقعا في حياة المسلمين. اقرأوها بإمعان. حدد لنا النبي صلى الله عليه وسلم معالم الخوارج ببيان شاف كاف، فانظروها وتبينوها، ثم انظروا من في المجتمع اليوم أحق بها ومن هو أحق بها وأهلها وأهل ذلك منها. أيها المسلمون، ما التعقيب؟ ما التعقيب أيها المسلمون؟ أقول لهؤلاء وتسمعني الدنيا من هذا المنبر المبارك، قال ابن رجب وهو الحنبلي: من قتل عالما فقد قتل خليفة نبي. من قتل عالما أي بغير حق فقد قتل خليفة نبي، فقد قرن الله بينهما. قال تعالى: ويقتلون الذين يأمرون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. وكان عكرمة وهو من السلف، وكان غيره يقولون في قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس إلى آخر الآية، من قتل نبيا أو إمام عدل فكأنما قتل الناس جميعا، ومن عضد نبيا أو ولي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. أيها المسلمون، هل كتب التاريخ أن الإمام أحمد قتل أتباعه ابن أبي دعاد المعتزلي وما به؟ هل كتب التاريخ أن ابن تيمية رحم الله الجميع قتل أتباعه ابن مخلوف وكان قد سعى في قتله بكل ما استطاع؟ قال: سعينا فيه بكل ممكن فلما قدر علينا عفى عنا. وقال للملك الذي أراد أن يقتل أعداءه: إذا ذهب هؤلاء فلم تجد مثلهم في دولتك. أرادوا قتله فلم يستطيعوا، ولما انقلبوا على الحاكم ثم عاد الحاكم الأول وهو الناصر بعدما انقلب عليه المظفر، أراد الحاكم أن يقتل أولئك العلماء فأخرج له فتاواهم في قتله. علم ابن تيمية أنه يريد أن يفتي في قتلهم فأبى أن يقتلهم، وقال: لم تجد في دولتك مثلهم، وهم على ما هم من خلافه في أمور العقيدة وغيرها. هؤلاء هم السلف، وهؤلاء هم الذين يرجون أيام الله. اعذروني في الإطالة أيها المسلمون، ولكن الخطب جلل أيها المسلمون. يتبرأ بعض المشايخ، أنا لا أقول أفتوا بقتل عين الشيخ، ولكنهم أفتوا بقتل أمثاله، أفتوا بقتل هذا من خالفهم. أما الذي خرج يعتذر وقد أصابته مرفقاه ونخصته مرفقاه، أقول إن هذا الذي وهو الشيخ رسلان محمد سعيد رسلان، وكنت لا أسمي على المنبر، لكن الرجل ظهر وتدخل في المسألة، وأقول رحم الله من علمني. أقول الشيخ ولا أصفه بأوصاف البذية التي كانت قاموساً في خطبه، خرج يعتذر ويقول: لم آمر بقتله. هذا الرجل أيها المسلمون، أخبركم بشيء من حاله: لما توفي الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله رب العالمين، خرج هذا الشيخ قال عن تفسيره كلمة لم يقلها حتى من كان محباً ومن مريدي الشعراوي عليه رحمة الله، قال: هذا فيض جود لا بذل مجهود، أئنه علم رباني وهبي أنزله الله على الشيخ الشعراوي. ولما تارت عليه الثائرة
من أتباعه كيف تصف الشيخ الشعراوي بذلك وهو وكذا وكذا وكذا؟ ماذا فعل؟ هذا يقوله أهله ويقوله أتباعه ويقول من هم على منهجه. قال: أحضر ولده وسجل في بيته خطبة طنانة رنانة في ذم الشيخ الشعراوي. يا علماء البلد، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ هذه هي حالهم. أنا لا أتهم شخصا بعينه ولا دائرة بعينها، إنما قتله الفكر. هذا الفكر هو الذي قتله وقتل غيره. أخرجوا في بيان: نحن لسنا من أولئك، بل فعلتم القول نعم يتقنه كل أحد، أما فعلكم في بنغازي وأما فعلكم في الشيخ ناذر، من الذي ينزل الأئمة من منابرهم بالسلاح؟ من الذي يبعد الأئمة عن منابرهم بالسلاح؟ من الذي حرض عليه في النت وفي غيره؟ إنهم أنتم، أنتم الذين فقدتم الحجة والبرهان فلجأتم إلى الرمح والسنان، وهذا فعل المبطلين وفعل المفلسين. فليس هذا من عمل السلف. وأقول أيها المسلمون، ما اعتذروا فإن الجريمة لاصقة بهم، فهم الذين دبروا وهم الذين قتلوا وهم الذين خالفوا الله ورسوله وخالفوا ما أمضوا أعمارهم في في رده وتفنيده، لكن المصلحة هي التي توجه الناس للدين. أيها المسلمون، إن المصلحة الشخصية المذهبية الممكنة التي يحذرون منها وقعوا على أم رؤوسهم فيها. فأقول: رحمك الله يا أيها الشيخ نادر رحمة واسعة، كنت داعية للسنة حيا، وأنت اليوم داعية للسنة ميتا، فلقد وقع القوم بقتلهم على أم رؤوسهم، ولن تصغي الآذان اليوم لقولهم. وما تحدث أحد عن الرفق وعن القدوة الحسنة وعن الحكمة في المعاملة إلا كنت شاهدا على الكذب، إلا كنت مكذبا أقوالهم ومقدبا أفعالهم ومكذبا كل ما يأتون به. وأعلم علم اليقين أن أمة الإسلام وأن شباب الإسلام بموت الشيخ نادر عليه رحمة الله سيفيق، فكثير منهم سيفيق من سكرته ومن غفلته، إلا الذين يضعون أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، فأولئك لا حديث لهم، هؤلاء مستخفون، هؤلاء قد أطاعوا الأئمة دون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أقول وماذا يقول غيري لمن يطلع في التلفاز أو في غيره ويكتب: ولي الأمر الفلاني لو أطاعني بمعصية لعملتها؟ وهذا نقض لإجماع المسلمين، إلا أن تكون مكرها. والإكراه أيها المسلمون يكون في الكفر ولا يكون في القتل، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يمكن أن تكره على الكفر ولا تكره على القتل، فلو أكرهت على القتل فلا تقتل، لأن النفس واحدة، إن مت أنت أو مات المغدور فالنفس واحدة، تقتل ولا تقتل إكراها. هذا الذي أجمع عليه العلماء وهذا الذي علمناه. والله تعالى أيها المسلمون إذا أراد بقوم سوءا لعدم صدقهم والافترائهم، الكذب مسافته قليلة. والله تعالى يقول: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، مهما تشدقوا ومهما تسموا فإن الله فاضحهم ما لم يخلصوا النيات إلى رب العالمين. والله على المنبر وفي الإذاعات نعلم شيئا، نعلم أنه يردهم ولا نقوله ديانة لله رب العالمين، لأن الموقف والسؤال إنما يكون أمام الرب المتعال سبحانه وتعالى. عسى الله أن يجمع كلمتنا على الحق والتقوى، عسى الله أن يوحد المسلمين على الحق والتقوى، عسى الله أن يجعل إمامتنا تابعة لإمامة رسول الله
ومن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا عصمة إلا لرسول الله، لا عصمة إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل غيره كما قال الإمام مالك يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك رحمة الله عليه، فقد كشف المستور وظهرت العورات، والله تعالى دفع الشيخ دما زكيا في سبيل إظهار كلمة الحق. والخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق، الخواتيم ميراث السوابق. هنيئا لك، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، وأجارني الله وإياكم من ناره وعذابه الأليم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وكفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلقنا موحدين حنفاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله عنا الجزاء الأوفى. أيها المسلمون، قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول أهل العلم: إن لله جنودا من عسل، كان العسل يوما من الأيام مدافعا عن أمة الإسلام ومزهقا لقائد همام كان يقاتل المسلمين. في قصة معروفة: لو اتقينا الله رب العالمين لأنزل الله جنوده من السماء والأرض لتدفع عنا كل هم وغم. كان بعض المصريين في القرن الماضي ينادي بمنع الأذان في مكبرات الصوت في قاهرة المعز، ثم أصبحوا اليوم ينادون بها. فإسرائيل أو دولة اليهود أحق بذلك من المصريين، فهي الدولة العدو الكافرة، فتناقش منع الأذان في مكبرات الصوت. وإذا بعضو في الكنيست وهو أحمد الطيبي رفع الله قدره يرفع الأذان في الكنيست، وأصاب القوم ذهول بداية، ثم أخذوا في التشويش عليه، ولكنه أتم أدانه. لما حاربوا الله تعالى في الأذان أرسل عليهم الله سبحانه وتعالى هذه الأيام حرائق ما عرف التاريخ لها مثيلا، أتت على أخضرهم وعلى يابسهم، ليعلمك الله أن له جنودا في السماوات وفي الأرض، لو اتقينا الله رب العالمين لقاتلت معنا ولأهلكت عدونا، لكننا سبقنا عدونا في منع الأذان أو في مناشدة الدولة في منعه.
ألا تنظرون إلى يد الله التي تعمل في الخفاء؟ ألا تنظرون إلى حكمة الله؟ لله جنود السماوات والأرض. أيها المسلمون، لو اتقينا الله رب العالمين لأنزل الله علينا ملائكة كما في بدر وكما في الخندق وكما في كل زمان ومكان، ولألف الله بين قلوبنا ولجمع بين آلنا على الحق والتقوى، لا أن يقتل بعضنا بعضا وينهب بعضنا بعضا وأن تضيق الأرض بنا بما رحمت، ذلك من ذنوبنا، ذلك من ظلمنا، ذلك من محادتنا لله ورسوله. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله ونصرنا الله ورسوله والمناصرين لله ورسوله، فإن الله ناصر دينا، وإن الله ناصر النبي، وإن الله مرسل علينا السكينة والطمأنينة، وإن الله ملهمنا رشدنا ومعيذنا من شرور أنفسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها المسلمون، أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا الأمين المبعوث رحمة للعالمين في هذا اليوم المبارك على المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بخير فأعنه على ذلك وكله عونا ونصيرا، ومن أرادنا وبلادنا والمسلمين بشر اللهم اكفناهم بما شئت، إنك على كل شيء قدير، يا قوي يا متين يا رب العالمين. اللهم يا من له المكر جميعا، قنا سيئات ما مكروا من الذين غفلوا أو فسقوا أو كفروا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يفتن الناس بالظالمين وبالفاسقين والمحادين لله ورسوله، وأن يبغضوا أهل الحق يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغِث أرضنا بالماء الفرات الزلال يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن تُملأ الأرض بالدماء غير الحلال يا رب العالمين. اللهم أغِث قلوبنا بالتوحيد، واجعل أمرنا وماءنا وقطرنا دوماً في تجديد، إنك أنت الحميد المجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين.